مرحبا واهلا وسهلا فيكم بالحلقه السابعه من برنامجكم برنامج 10 على 10. معكم مهف بابلسي من شركه ريماكس. بالعاده نحن بنسجل حلقاتنا من مكاتبنا في مسيساغا، بس اليوم بما اني انا متواجد في دبي فحبيت اني سجلها بالهواء الطلق. مدينه دبي اللي عشت فيها اكثر من 15 سنه ولي فيها اصدقاء كثر وزبائن ومستثمرين بحب اني اتواصل معهم دائما. حلقتنا هاي راح نخصصها على البري كونستراكشن او ما يسمى بالاوف بلان، وبالعربي بنقول البيع على الخريطه، ونفصل فيها مواضيع مثل البيع والشراء والفروقات بين البيوت والشقق، ومثلا الديبوزيت ستراكشر اللي بيدفع الواحد لحديت ما يستلم البيت او العقار، والكلوزينج كوست اللي هي التكاليف عند التسجيل. وقت الواحد يشتري بيت جاهز اللي بنسميه في كندا ريسيل او بدبي بسموه سيكندري ماركت، يشتري بيت او شقة، فبيروح طبعا مع ريل ستيت ايجنت تبعه وبيعاين العقار وبيشوفه، بيشوف الاطلالة، بيشوف توزيع البيت، وبياخد فكرة كتير مفصلة على الفينيشز، على كل المواضيع هاي بيشوفها حسيا يعني. بينما وقت يشتري على الخريطة بده ينتبه لمواضيع كتيرة، اللي هي هون بيجي بقى دور ريل ستيت ايجنت اللي هو عنده خبرة او عنده خبرة تينبه على هذا الموضوع. طبعا مهم جدا بالاصل كمان انه يفكر مين البلدر، يعني من مين بده يشتري، مين هو المطور اللي عم يشتري منه، شو الريفيو تبعه، شو الناس بتعرف عنه، وخاصة ريل ستيت ايجنت شو عنده معلومات عن هذا البلدر، هل هو بيسلم بالوقت، هل هو بيسلم اصلا، ولا ممكن انه ما يسلم المشروع كله. فكل هالامور هاي بده الواحد يسأل عنها بالتفصيل. ثم نحكي على موضوع طبعا اللوكيشن. دائما نحن بنقول لوكيشن 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 لوكيشن، مهم لامرين. برجع بعيد لموضوع سواء الانسان بده يسكن يعرف مين جيرانه، ولا بده يبيع العقار بعدين ويعرف انه قد ايه ممكن هذا العقار يربح. في مناطق طبعا بتربح ارباح جيدة جدا، وفي مناطق بتربح ارباح متواضعة. بالإضافة لمواضيع تانية بتتعلق مثلا بمساحة الشقة، فهل فرضا 600 سكوير فيت هو مساحة جيدة لتنقول 1 بيدروم بلس 10 غرفة وصالة مثل ما نقول، ولا ضيقة؟ مساحات الغرف إذا حكينا 10 ب 10 فيت، فهل هو هذا مساحة غرفة كافية ولا ضيقة؟ 9 طيب 9 ضيقة؟ نفس الشيء. وكمان ممكن انه الواحد بده يطلع على الاكسبوجر، هل هو الاطلالة نحو الشمال ولا نحو الجنوب، شرق غرب، شو الافضل؟ بده يسأل الواحد ويكون مطلع وعنده نوع من الالمام. هل المنظر مثلا في obstruction معين، مسدود في بناء اخر، ولا مفتوح على بحيرة، غابة، نهر، لوين الاطلالة؟ كمان هذا امر جدا مهم. موضوع اخر هو موضوع الديبوزيت، يعني وقت واحد بده يشتري عقار على الخريطة بالشقق السكنية بيدفع مثلا تقريبا بين 15-20% من لما يشتري الشقة للما يستلم الشقة، بينما بالبيوت ممكن يدفع لمسم أمام، مثلا يدفع قيمة $100,000 أو 120-150 حسب قيمة طبعا العقار. وكل بلدر له أسلوب وله طريقة، ممكن تمتد المدة كلها أو تقصر. نجي الآن لموضوع الفروقات اللي هي بين البيوت وبين الشقق السكنية أو الكوندو تاون هاوسز. بالبيوت اللي هي بتكون عادة فري هولد، تملك حر تام، التسجيل بيكون عند الاستلام. يعني إذا البيت أخذ فترة سنتين وإجا يوم التسليم، فعلى المشتري أن يدفع أو يتمم الدفع كاملا عند الاستلام، سواء دفع نقدا أو أمن مورجج، يعني رهن عقاري. بينما موضوع الشقق السكنية فعنا occupancy date اللي هو تسليم المفتاح، وعنا closing date اللي هو التسجيل. وهي الفترة الزمنية ممكن تمتد من 3 شهور، 6 شهور، سنة، سنة ونص، حسب طبعا تعتمد على البلدر وعلاقاته مع السيتي وقديش ممكن يخلص بسرعة، وطبعا تعتمد على حجم ومساحة البناء وعدد الشقق أو الوحدات السكنية. وبهالفترة الزمنية اللي بتمتد بين الـ occupancy date والـ final closing date
صحيح انه المشتري ممكن يسكن شقة او ممكن يأجرها اذا كان في البداية متفق مع المطور انه يسمح له بالتأجير في هذه الفترة. بكل الاحوال في عنده مصاريف شهرية لازم يدفعها، وهالمصاريف هن متقسمة لثلاث شغلات. الاولى اللي هي property tax، الثاني اللي هي maintenance fees، والثالثة اللي هي تعويض عن الانترست او الفوائد اللي بيدفعها المطور، لانه بالنتيجة المشتري اشترى بمثلا 20% فقط ولم يدفع بقية 80%. فالموضوع مثلا البروبرتي تاكس اللي هي بتندفع على كل عقار، بس بدل ما يدفع على البلدية هون مضطر انه يدفع على المطور. الامر الاخر اللي هي المينتنس فيز، كمان نفس الشيء باي كوندو تاون هاوس او كوندو ابارتمنت في مصاريف صيانه لازم تندفع، بس كمان بدل ما يدفع مثلا للبروبرتي مانجمنت فبيجي بيدفعها للمطور. واخر شيء هو موضوع الفاينانس، يعني مثل ما قلنا بدل ما يدفع للبنك مثلا وياخذ مورجج فعم بيجي يدفع له للمطور مباشره. هلا في هون حلول وبنعملها عاده انه ممكن الواحد يدفع كل الكاش عند الاوكيبنسي فيز مع بعض المطورين اذا قبلوا، بدل ما انه يدفع اقساط الانترست ريتس. يعني نجي لموضوع الاسايمنت. الاسايمنت في ناس كثير بيشتروا عقار مو لا يسكنوه كاند يوزر، وانما بيشتروه كاستثمار ليعملوا فليبينج، يعني يبيعوه قبل ما يسجلوه باسمهم. هاي قلنا اسمها اسايمنت. هلا الاسايمنت لها اصول ولها شروط، فبده يكون المشتري عبر طبعا الريل استيت ايجنت اللي هو عنده خبره بهالموضوع مطلع عليها وعارفان بتفاصيلها، ويامن انه هالامور هاي كلها مكتوبه ومنصوص عليها ويعرف شو تفاصيلها. فالسؤال الاول، هل يسمح للمشتري، يعني هل المطور بيسمح للمشتري انه يعمل assignment يبيع حقوقه من هذا العقار؟ بمعظم الاحيان نعم، وهي كلها طبعا بتكون ضمن العقد اللي امور منصوص عليها من عند شراء العقار، وهي الامور نحن طبعا اللي ننتبه عليها انه تكون موجودة لحماية زبائننا. طيب متى يسمح له؟ معظم الاحيان بتكون عند استلام العقار، بعض الاحيان بتكون قبل الاستلام العقار بشيء بسيط. هل الامر مجاني؟ ممكن يكون بنسميها زيرو دولار assignment fees، يعني ما في رسوم للمطور نفسه، بس طبعا في رسوم للمحامين، بياخذوا رسوم لاعداد assignment agreements والsale agreement. يعني ومن النقاط المهمة جدا نذكرها قبل ما ننهي حلقتنا ما يتعلق بالكلوزينج كوستس اللي هي المصاريف اللي بيدفعها المشتري عند التسجيل. في مصاريف بندفعها وقت نشتري البيت او اي عقار مثل لاند ترانسفير تاكس او ما يسمى بالطابو، او مصاريف طبعا المحامي، بس في امور تتعلق خصوصا بالبري كونستراكشن مثل اللي هي مثلا مصاريف توصيل الخدمات الى العقار، او مصاريف التطوير اللي بيدفع واحد سواء طور بيت خاص او سوى بناية، فبيطلع له جزء من هذه المصاريف، وهي نحن منحددها في بداية شراء العقار، منحط لها مثل ما نقول كاب، يعني منقول ما لازم تتجاوز عن هذا القدر من القيمة مثلا. واخر شيء بحب تذكر فيه قبل ما ننهي حلقتنا هو موضوع الخدمات الإضافية اللي بيقوم فيه فريق Travelsy Team. نبتدئ بمراجعة العقود، صحيح نحن مو نحن اللي عم نراجع العقود أنفسنا، وإنما نحن عم نطلع عليه اطلاع دقيق وعم نقدمها للمحامي، والمحامي بيفوت بتفاصيل أكثر وبيدقق بالعقد وبيراجعه. هذا واحد. اثنين مثلا منساعد بمواضيع الديكور أو ديكور سنتر، وقت واحد بده ينقي شو هي الفينيشز وشو الالوان، فنحن بنروح معه ومنساعده بهالاختيارات هذه. امر ثالث، وقت يكون في شيء اسمه PDI Pre Delivery Inspection، قبل ما يستلم العقار لازم يروح المشتري
يطلع على العقار ويشوف اذا في اي deficiencies، اي defects، اي شيء نواقص او عيوب لازم يطلع عليها، وبعدين المطور اذا في شيء خطا او غلط بيصلحه وبيرجع بينادي للمشتري مره جديده وبيراجعه. فهي كلها امور نحن بنشتغل عليها. طبعا بنتابع امور مثل الفاينانس او من البدايه، سواء كان يحتاج الامر الى بري ابروفل بالاصل او الفاينانس والمورجج، نساعده انه يلاقي التمويل الصحيح للعقار تبعه. هذا بالاضافه طبعا لموضوع تنقية او اختيار العقار الصحيح في البداية واليونت الصح من البداية الى النهاية، حيث التعامل مع المحامي والمطور حتى يتم التسجيل الصح. وبالختام بشكركم لحسن استماعكم واصغائكم، وان شاء الله ترحبونا بحلقة جديدة ان شاء الله بنحكي فيها عن الفروقات بين العقار في كندا خاصة أونتاريو والعقار في دبي. وإلى اللقاء.